من الجميع. رحلة بشاحر الغربة الطويلة الصديق شرب البعيد. وبالحقيقة شخصية شهادتي مجروحة بالصديق الشاعر شرب البعيد. عقود من الزمن، علاقة احترام متبادل دائم. وشربل مش إنسان عادي على مستوى الشعر، تشهد له مئات لبل آلاف القصائد، عشرات الكتب. شربل بينام شعر، بفيق شعر، بيحلم شعر، بيتنفس شعر، بياكل شعر، بيشرب شعر. هذه حقيقة تاريخية. بحياتي ما مر علي إنسان مثل شربل بعيني، الشاعر الحبيب شربل بعيني، بهالغزارة بالإنتاج، طبعاً على نوعية بنفس الوقت. والحبيب شربل ما بيشتغل يعني هيك بمجالات ضيق، دائماً بطل من فوق. هذه عظمة فيه. عمل أكثر من مجلة ثقافية وأدبية، وليلى وغربة وما شابه، وعنده موقع غربة الجليل، آلاف بيدخلوه يومياً. وان دائما مقصود سرقوه دائما الموقع، وعنده التلفزيون الغربي. شرب البعيلي ما بيطلع من حدا، اصدقائه بضلوا كل العمر، الا اذا حدا بده يطلع منه لشرب. هذا موضوع ثاني. على المستوى الوطني شرب البعيلي يعني مش بحاجة لشهادتي، وقلت لكم أنا إنه شهادتي مجروحة بحكم العلاقة في لشربل من أول ما جيت على البلد. وشربل من المهاجرين القدامى في السبعين يمكن أو قبل. الوقت السبعين. فلسطين بقلبه، وبعتقد عنده شيء اليوم لفلسطين. أنا بعرف إنه في فلسطيني هون بس ما أخذوا التاب. ماشي. هلا أخذوا. هذا السبب مجيئي إلى أستراليا. وإن شاء الله بتحكينا عنها. هلا أكيد أكيد. وعلى مستوى يعني 20 سنة من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، يعني كان صدى مقاومة الإسرائيلي بأستراليا الشاعر شرب البعيلي، مما استدعى مرة على ما أذكر جمعية بنت جبال والله يرحمه المجتمعين بقاعة اللي على اسم الدكتور خليل مصطفى، قدموا له درع بنت جبال ودرع الجنوب. على غلاف قرف متصدر الدكتور خليل مصطفى كان رئيس، يعني هلا بدنا نحكي. بالحقيقة بيشرفنا كثير أن نكون بيناتنا شاعر الغرب الطويل الصديق الحبيب شرب البعيلي يحكينا عن تجربته ومواقف ساخنة بهالتجربة الشعرية، ورجاء زقفة كبيرة. شوقي كان ملاك الحارس كل رحلتي الشعرية، على طول يدافع عني. ما في موقف ساخن وقعد فيه إلا ما كان شوقي المدافع. أنا بشكرك يا شوقي، 40 سنة صداقة من هز اليوم. أيها الأحبة مساء الخير، أنا بدي أكون بمحكمة اليوم. أنتم القضاة. أنا انظلمت كثير من وقتها، كان عمري 17 سنة بلبنان، تجيت لهون أكلت قتل، ومعي خيي جوزيف بترجاك كنت ترحبوا فيه. حاضر جميع المشاكل اللي بدي إياك تحكي شو عملت غلط تمشان يضربوني، تمشان يهاجموني، تمشان يطردوني. أنا رح أحكي قصتي هون بالآخر أنتم بتحكوا، وأنا برضه بحكمكم. أولاً اسمحوا لي أن أشكر المشرفين على لقاء الأربعاء لدعوة اليوم للمشاركة بهذا اللقاء الرائع الذي أصبح على كل شفا ولسان. لقاء الأربعاء صاروا الكل بينطروا يا شوقي. صحيح. عنوان لقاء الليلة غربة طويلة ومواقف شعرية ساخنة. فالغربة الطويلة سعدت منها، أما المواقف الشعرية الساخنة فما زالت تقد مضجعي، لذلك سأتكلم عنها لتكونوا أنتم القضاة الذين سيصدرون حكمهم علي. بدأت أكتب الشعر وأنا في 9 من عمري، وكانت أول قصيدة ألقيتها يوم زار بيتنا شخص العذراء مريم.
كعادة أهالي بلدة مجدلية الشمالية في شهر أيار، حيث كانوا يعتبرونه الشهر المريمي المبارك، وكانوا ينقلون شخصها من بيت إلى بيت. يوم ذاك أدركت أنني شاعر، فألقيت قصيدة لا أدري كيف جاءت، ولكنها جاءت ركيكة جدا رغم تصفيق المؤمنين، وبقي والدي يحتفظ بها إلى أن وافته المنية فماتت معه القصيدة. أخبرتكم هذه القصة لتعرفوا كيف ولدت كشاعر، وكيف بدأت مسيرتي الشعرية مع الفرح والألم. الفرح لم أتكلم عنه، لأنه رغم الإطراء الكثير الذي نلته لم يؤثر بي كشاعر، فلقد كتبت عني آلاف المقالات وعشرات الكتب، ومع ذلك لم تصهرني كشاعر. الألم هو الذي أوجدني وثبت أقدامي على طريق الكلمة الحرة، ولولاه لبكيت شاعرا عدديا لا غير، حسب قول المرحوم بطرس عنداري. والألم يأتي من النقد الجارح والتهجمات الشخصية المؤذية والمواقف الساخنة التي قد تودي بحياتك، ولكنك بدونه لن تشعر بثقل كلماتك، بوهج حروفك، بقيمتك كشاعر وبعظمة شاعريتك. الاضطهاد وحده يرفعك كشاعر ويرميك في أحضان المجد. عام 1968 وأنا في سن المراهقة، أي في 17 من عمري، نشرت أول كتاب لي بعنوان مراهقة. كانت معظم قصائده إباحية، أي أنني قلقت به يوم ذاك أشعار المرحوم نزار قباني، ولكن بالعامية. وحين أهديت الكتاب لنزار راح يتصفحه في مكتبه ببناية العزارية في بيروت، وبعد أن قرأ عدة قصائد منه تطلع بي وقال: من أين جئت؟ قلت: من مجدلية صغرت. فقال: أف، المشوار طويل، وهذا يعني أنك لم تأكل بعد، تعال ننزل إلى السوق ونشتري بعض السندوتشات. وأذكر أن أخي جوزيف الذي كان برفقتي، هو دائما برفقتي حتى لما بنضرب بيكون برفقتي، طلب سندويشة فلافل، وطلبت أنا سندويشة لبنة مع زيتون، وهكذا فعل نزار. وما أن قضينا على السندويشات حتى التفت إلي رحمه الله وقال: أنت شاعر، ولكن عليك أن تكتب بالفصحى كي تصل إلى 200 مليون قارئ عربي، وليس بلغة سعيد عقل التي لا يقرأها إلا 3 ملايين قارئ فقط. فأجبته: إذا كتبت بالفصحى من الصعب أن أتقدم عليك، ولكنني بالعامية سأتقدم على الكثير الكثير من الشعراء. فابتسم وراح يشد على يدي وهو يودعني قبل أن يعود إلى مكتبه. هذا الكتاب الذي أعجب نزار قباني لم يعجب العديد من النقاد ورجال الدين، فكانوا يهاجمونه ويطالبون الأهل بأن يمنعوا أبنائهم وبناتهم من اقتنائه، وهكذا راحوا يروجون للكتاب عن طريق محاربته حتى لم تبقى نسخة واحدة منه في المكتبات. وليس هذا فحسب، بل أن توني سابر، وهو الاسم المستعار لأحد مستشاري رئيس الجمهورية يوم ذاك، راح يطالبني في مجلته الساخر العدد السادس حزيران 1970 بأن أقرأ قصائدي في مسرح فاروق، يعني تبع كينس كروس، كان فاروق ببيروت، والكل يعلم ما هو مسرح فاروق. وإليكم بعض ما كتب: بلانا بغزل سيء سخيف زمخشري لرجل غبي قليل الذوق اسمه نزار قباني صاحب هذا البيت الذي لا معنى له. أخاف أن أقول للتي أحبها أحبها، فالخمر في جرارها تخسر شيئا عندما نصبها. وأعاننا بالغزل الأرستقراطي الرفيع، ومنه هذه القصور لشرب العيني، وبحط كمان: وينك يا مرشدي هل حلمت اللي مشوبي يا مقلوب مدوبي، ومكتوب حدا عنها لا تلمسوني مكهربي، حلمتك يا صغيرة متعجرفة ومتكبرة، من خبرة هي الدنيا يا صغيرتي والآخرة، ما أطيبها هالفستقة وهالفستقة يا مراهقة
عم تنعبد بها الدنيا مثل الإله الخالقة. وتناسى أخونا أن نزار تباني قد سبقني بالقول، حيّدت من جلد النساء عباءة وبنيت أهراما من الحمامات. يعني أنا شغل هو جاب النسوان كلها عمل عباية وكل حلمات قصقصا وعمل الأهرام. هذا ما شافوا البال راح شكلي وصيتي من الإنجيل تغيير مراية. وأخيرا يقول أخبروني أن مسرح فاروق بحاجة إلى شاعر ليقف بين هلالين، ليقف بين هلالين ويلقي بين المشاهد قصيدة يبكي فيها الحضور على اتصال بما يقدم من برامج رائعة. هل تذهب يا شربل أم أن شعرك لا ينفع في الوقوف مثله في القرفصة أو النهو؟ هذا مستشار رئيس جمهورية، هناك ولا رئيس جمهورية ظهر إذا عندنا هيك مستشارين. ولم يدرك هذا المستشار أنني كنت في سن المراهقة ومن حقي أن لا أفكر إلا في الخدود والشفاء والبوسات والحلمات والقد المياس، وإلا لكنت بحاجة إلى طبيب نفسي. مظبوط ولا لا؟ ليش يعني الدكتور عام 1969 نشرت قصيدة بعنوان القدر كذاب القدر مجرم في ملحق جريدة البيرق البيروتية. أردت بها أن أجاري موجة الحداثة الشعرية التي كانت تجتاح العالم العربي دون أن تصل إلى شعرنا الزجلي العامي. فقلت في نفسي لماذا لا أجرب؟ وما أن نشرت قصيدة حتى قامت قيامة الأب عبد الله كاف ما حد سمعته جبان واتهمني بالكفر. وإليكم بعد ما كتب في مجلة صباح الخير البيروتية العدد 166 13 تشرين الأول 1969، بعد كان عمري 18 سنة إلا الوجع الراس، لسه ما فرمخت يعني، بعدني عم بدرس. بيقول: وأخيرا يتجاسر شاعرنا العزيز ويقول: الدنيا ما في لها نهاية، لها بداية، كذب، نحن بداية هالدنيا ونحن النهاية. بيصرخ: هنا الطامة الكبرى، هنا الإلحاد، كيف تنشر جريدة البيرق الغراء مثل هذه القصيدة؟ أو بالأحرى كيف يكتب شرب العيني مثل هذه القصيدة؟ لا يا أبونا. وبدأت الردود على الردود وبدأ وجع الرأس. وإليكم مقتطفات من القصيدة. هون عم شدد بالشعر كده. جميل. هذا كتير كله مشدد بالشعر. شو قول؟ قول: أنا قديس إصبعي بيدوي بليلات القدر، حملت الأرض وبنفخي تفيت الشمس وبروس صابيعي مشت القمر، عمري نسمة هوا برق ورعد من قال عندي عمر، غطيت وجهي بإيدي وصرت أمشي تأوصل وما أوصل، الهدف إصرار ظل كمشة خيال بعقل مجنون، الدنيا ما في لها نهاية لها بداية، كذب نحن بداية هالدنيا ونحن النهاية. وبعد هذه الشهرة الواسعة التي حصلت عليها بدون أي تعب في لبنان وأنا ما زلت يافعاً، رحت قطعة إلى أمسيات شعرية، وقد أوصلتني إحدى تلك الأمسيات التي دعتني إليها حركة 24 تشرين التابعة للزعيم الطرابلسي فاروق المقدم إلى أستراليا، فلقد ألقيت فيها ما لا يحق لشاعر أن يتفوه به، ألا وهو انتقاد الزعامات اللبنانية ودعم المقاومة الفلسطينية. وبالطبع فلقد كان بعض الأزلام المندسين مشرورين في القاعة لالتقاط الأنفاس قبل الكلمات، ولم أكن أتصور أن أمسية شعرية ستقضي علي بتاتا. فلقد قلت من اللي قلته يعني: وكالمطر يتساقط الخطر في بلاد ضائعة عارية وجائعة وكل من فيها كفر أو هجر. هذا قبل الحرب. شوفوا بعد منا بسنتين وقت الحرب وكل الهدو. يعني اللي قلته كان صح بس ما كان يعجبن أن يقوله. وما أن ألقيت هذه الأبيات عن الثورة الفلسطينية حتى انهمر الرصاص ابتهاجا بالقصيدة. القاعة كانت قدها نصها مكشوف ونصها مغطى. لما انا بلشت احكي عن الثوره الفلسطينيه الاخوان سحبوا فلوتهم وبلشوا انا
كان عم بيوصوني بقول له بسمع الواحد بيوصله بالشعب قال لي جزاف على الموبيل لقيته مبسوط من بدي استخبى تحت الطاولة يعني مستحيل لقيته ضحك لما ضحك قوات قلب شوفوا هذا البيت اللي نزله ألف رصاصة عن فلسطين قل له لم يقتلوا طفلا إخواني أعرفهم حتما أعرفهم فالرحمتهم والرأفتهم وليسمع كل إنسان لولا عدالة ثورتهم لفقدت بالعدل إيماني وبلش قاد كويس يعني عنا بدل ما يصفوا بأوصي وانهمرت معه التهديدات إلى أن تمكنوا مني أمام السينما الريفولي في طرابلس فأشبعوني ضربا وهم يصيحون أبرسد بوزك ولولا وجود أخي جوزيف وأحد أقربائي على الرصيف الآخر من الطريق لقضي علي بتاتا خلصت حياتي صرخ فزعوا ربوا بوحدة شو اسمها سيترمان لا شو جنسها لا البيتلز أو الفوكس فاجن الفوكس فاجن البيت ولولا وجود أخي مات محسوب ورحلت إلى أستراليا دون أن تتركني رحلة المتاعب والألم فنشرت ديوان مجانين عام 1976 خلال الحرب اللبنانية اللعينة وعندما كان الجار يذبح جاره على الهوية وقامت القيامة علي لأنني قلت اسمعوا شو وكانوا يقولوا بلاد الخير هي بلادي بلاد النسمة بلاد الطير وجو الهادي وكانوا يقولوا إنه بلادي قطعة سما الله لولا وفى جدودي ما تقاسمها وضلوا يغنوا روابيها تصارب حلم وبالآخر شكوا فيها رايات الدم والناس اللي ماتوا صاروا حكايات كبار يحكيها الجار الجار عن شعب حمار رضي يحرق دياره بقلب غضبان ورضي يفوت مسماره بقفا لبنان احسنت يا شادي وقد تتعجبون إذا قلت أن مجلة النهار العربي والدولي البيروتية قد نشرت هذه القصيدة يوم ساك واعتبرتها من أصدق الأشعار المتألمة التي نشرت خلال الحرب اللبنانية يعني الله بيضربوا به أما التهديد بالطرد من الوظيفة والقتل فكان يوم نشر ديوان مناجاة علي عام 1992 الذي ترجم لست لغات حتى الآن وكان يوم وكنت يوم ذاك أعمل كمدرس للغة العربية في معهد سيدة لبنان هيرسبرغ التابع لراهبات العائلة المقدسة المارونية فغضب بعض الأهل مني وطالبوا بطردي من الوظيفة خوفا من أن أعلم أطفالهم شيئا عن الدين الإسلامي ورأوا يتصلون بي ويهددونني ولولا حكمة الأخوات الراهبات لأصبحت بلا عمل أما سبب الغضب فكان المذمور الثاني بفتح قلبي تحكيك بلاقيك بقلبي موجود بأسهل كلمات بناجيك تيحفظ كلمات وجود قبل اللي غنوك الطار اجمعت غنانيهم كلها بكتابي باقت أشعار برك بيرحمني الله يسوع علمني حب يا علي متجسد فيك شاركت بآلام الصلب وخففت عذاب يا شريك مش رح فسر حكي مفسر سيدنا محمد شو قال انت بتشبه عيسى اكتر بين وبينك وحدة حال لكن رح تحكم لصالحي وعام 1993 دعتني جمعية بنت جبيل الخيرية وبلشت تدعوني من يعني وكان يرأسها يوم ذاك الدكتور الصديق قاسم مصطفى لتكريم المحامي محمود بيضون الذي قضى معظم سنيه عمره وراء الطبان فماذا سأقول في مناسبة كهذه؟ هل أغني له حول يا غنام حول أم بدي أتجوز عليه؟ هذا الإنسان قد ابتهم وتعذب وعلي كشاعر أن أشعر معه وأتعذب وأعذب الجمهور معه فألقيت قصيدة بعنوان قرف هي كتاب طويلة هلا منشوف
بعنوان كرف: فالتهبت الأوساط الأدبية والإعلامية وما زالت ملتهبة حتى الآن. وأعتقد أن أول المدافعين عنها كان أخي الشاعر شوقي سليماني بقصيده اسمه طليان يوم. أيوة. ونكاية بكل الذين هاجموني كرمتني جمعية بنت جبيل وأهدتني الدرع الفينيقي. القصيدة طويلة جدا ولكني سأقرأ المقاطع الحساسة بها. هيدي الطيران نسواب تنشف. نفض عن إيديك الويل بغربي غطى نهار ليل، وعلق عكفوف الطرقات شمس وبدر ونجم سهيل، ومن روضك حوش بقار ما بتحملها دهور الخيل، ومن شعرك جمع أبيات من شافي من تاني ميل، ولفلف بالشكر الكلمات وقدمهن والعطر يفوح للغاب ومن بنت جبيل. اشتقنا لك يا بنت الخير وبنت الأرض المفشوعة، بلاد اللي غناها الطير ليش غرقاني بدموعة، بتوقع كلمة جد السير وبتفش كلمة بوقوعة، حرقوا الجامع حرقوا الدير وخنقوا الكلمة المسموعة وركبوها مليون سبير وهي تحقن موسوعة. انتبهوا هلا هني فسروا سبير شي ما بيسر سبير اسم علم عرب سبير اسم من الاسم شرمي انا استعملت اوكي خليني كفي بدي سبهم بدي فش خلقي وقول ما بينهار ارضي عم يحكمها الغش غطوا عورتها بالمال الما بينغرب سحر القرش بتعلم عزمود وحبال الما بيمشي بالدفش اللي بيوقع بتجره جمال اللي بيحكي في بتمه قش اللي بيهرب خسروا العيال ما بتسمع غير كلمة هش اجحاش وناقص انخيال هش مين ما نسمع كلمة هش يا عمي عواحد راكب على الحمر وقلو هش ما بدها شي كلمة هش شو ربحنا من حرب سنين كذاب بيقول العكس ربحنا أطفال مساكين ما شافوا بعيون الشمس ربحنا أخوي ملزومين خسيوهم بكلمة هس ربحنا أحزاب كاكين بتقتل أعضاء بس ربحنا كتاب ملاعين عاشوا على القبض وعالدس ربحنا الدين المنو دين التاجر باللفت وبالخص ربحنا حكام الشياطين لو متنا مش رح بتحس كبسونا طانو سردين والعلبي سموها حبس ربحنا شوفات في الساطين سودة ما بتتلاقى بعرس نحنا منخلق مقبورين نس وعم بيصمت موت لا بقى تصمت يا نس هني قاموا النون وحقوا كاف انا ما قلت كاف هني قاموا النون وحقوا محلة كاف تمشين يسبونا بس انا قلت شي كاف النس جنوبك ملعب لليهود ونحن عم نرقص ونفز ونعلق اعلام الجود فوق الصدر العم بيهز خايف ايات التلمود تمحيلك ايات العز ويهدوك مواسم بارود وتتخبى شوالات الرز خايف يوحنا ومحمود يصيروا لغز بقلب اللغز يضيعوا ويضيع المقصود وكل ما شبعوا يعضوا البز يا بنت جبيل المرصود اسمك بالقلب اللي نز امتنا شعبة مفقود بتسقي دمه للحكام وحكامة بتقلا طز كم مرة نسمعها بالأفلام المصرية ما فيها شيء لا شرمن ما لازم يقولها شرمن ما لازم يقولها أبدا انتبهوا هلا هون قامت أيامي أكثر مسلم قالوا مصراني علقوا على جبني مرة نيويوركي حرزاني امبارح وصلت من برا قال الأول للتاني تركها وعينه محمرة قال التاني إيماني بيقلك صار الجرة وعلى الجبن الأمريكاني دياني هجمت عدياني ومحيوا الشعب اللبناني ومن برا تراب يا خرة هذا متل ولا من متل؟ مين منو سمح المتل من برا تراب يا خرة يرفع إيده
بدك سمحوا يا هذا هاي ما عزا محله يقرب بيته إذا بدي إمه انتزع الشعر. أما الهجوم المخيف فلقد حصل بعد أن نشرت عام 2005 في موقع غلاف الإلكتروني مقالا رفضت فيه طلب أحد الأحزاب الإسلامية الذي يرأسه شيخ إسلامي فيتنامي بأن تتحول أستراليا إلى الشريعة الإسلامية كما أرفض تماما أن تتحول إلى الشريعة المسيحية أو اليهودية أو البوذية لأنني أريدها كما هي، هكذا جئت إليها وهكذا أريدها أن تبقى. ولكي لا أكرر الحادثة أترككم مع ما كتب أخي وصديقي شوقي مسلماني في موقع إلاف بتاريخ 16 أيلول 2005. اليوم الجمعة فجرا وفي أمام الساعة الرابعة بتوقيت سيدني استيقظ الزميل الكاتب والشاعر شرم العيني على صوت صراخ وشتائم باللغة العربية مع تهديد بوجود إكفال فم، يعني سيد بوزا كان بإسرائيل كبير. وفي تمام السادسة صباحا تفقد الزميل العيني سيارته المركونة أمام بيته المؤلف من طاب كاين في محلة ميريلاند فوجدها مغمورة بالبيض المحطم دون غيرها من السيارات. وبعد 20 دقيقة حضرت مفرزة من شرطة المنطقة وعاينت الحادث والتقطت صورا وتم استيعاب الزميل العيني الى مخفر شرطة ميريلاند لاخذ افادته بعد اشاعات سرت وسط ابناء الجالية العربية الاسترالية ان ما جرى له علاقة وطيدة بمقالات العيني في صحيفة الاف الالكترونية التي تعيد الصحف العربية الاسترالية نشرها نقلا عن الاف، وجرى بالتحديد ذكر المقالة الأخيرة التي يتحدث فيها بعيني عن تشكيل حزب سياسي إسلامي في أستراليا يطالب بحكم الإستراليين ضمن قوانين التشريع الإسلامي، والتي أعادت صحيفة المستقبل اللبنانية سيدني نشرها صبيحة يوم الأربعاء الفاتح. وصدقوني إذا قلت أن أخبار ذلك الحزب الفيتنامي الإسلامي قد انقطعت تماماً بعد حادثة الهجوم ولم يعد يسمع به أحد. الظاهر الانتربول الإسترالي أخذ الشغلي رأساً لأنه أعطوني رقم حساس تبس يصير شيء اتصل ما اتصل بالانتربول برقم الظاهر أخذوه وربوه ما عرف أشعره. بلبنان طلبوا مني أن أسد دبوسي وفي أستراليا طلبوا مني أيضاً أن أسد دبوسي ولم يعلموا أن الشاعر الشاعر لا يمكنه أن يسد بوزا ولو على قطع رأسه وكم من رؤوس الشعراء قطعت وما زال شعرهم يتكلم. هذه بعض المواقف الساخنة التي آلمتني كثيرا ولكنها في نفس الوقت أوصلتني إلى أن ألتقي بكم الليلة لتحكموا أنتم علي وأعدكم بأن أتقبل حكمكم مهما كان بكل رحابة صدر. حماكم الله وشكرا. نبدأ مع راح يسألوك الأسئلة بتجاوب على السؤال. أنا تحت أمره. الله يحفظك. أستاذ سليمان الفهد. دون حكم. أهلا وسهلا بك أستاذ. وسؤال أدبي أكثر من هو سياسي. أنا حب أسأل عن من هو الشاعر الذي تعترف به كشاعر أنت في الساحة الأسترالية أو في الساحة العربية؟ لأن كثرة الشعراء من هم من هو شاعر ومن هم من هو شويعر ومن هو لا أشبه له في الشعر ويعتبر نفسه شاعر صح ولا لا؟ في تقييمك الشخصي من؟ أنا قلت بعدة لقاءات صحفية إن كان بالمربط الشعري أو كذا تأثرت كثيرا بنزار قباني، يعني حتى الله يرحمه اللي بينما مات رحت أشوفه كان ميت أنا بالطيارة طلبني تشوفه حس حوله انه ما في يجي عندي لانه الطبيب منعه يجي بزيارتي تيزورني باستراليا. قال لي انت ركبت بالطياره ورحت، هو بالطياره ما يتزور يعني تشوف وصلت كانوا دفنينه للاسف، يعني الاخوه المسلمين بيدفنوه راسا يعني ما بينطروا مش مثلنا نحن بينطروا ثلاث اربع ايام تنزل شو سهل بينطروا دفن صحبه راسا البيض وصلت لقيتهم دفن. اثرت كثير بنزار، اما بالساحه باستراليا بقدر انا اثرت بغيري ما هم ما تاثرت بحد.
من هو من هو هل ترشح حد؟ هون ما في بس لأنه وصلت أنا ما ينفي ولا حتى من الأحياء في الوطن العربي؟ لا تقييمك الشخصي لا لا تقييم ولا بمن تأثر أنا تأثر بنزار حتى بلاقي كل لا في مرة الله يرحمنا بالفنوس طلبني تقدم برنامج سهرة الجمعة أطلعت قصيدي من ديوان كيف أنعت السنابل عن بلادي بالفصحى قال لي ترك لي القصيدي مثل ما تركت هيدا الشوقي تركت له القصيدي ونسيت اني حط اسمي من تحت بعد جمعتين ثلاثة نسي انه لشبر بحيني روح قرية لنزار ربيني قال وإليكم قصيدة الشاعر العربي الكبير نزار ربيني وراح يقرأ قصيدة اتصلت فيه قلت له ليش تركت لك اياها قال لي ايه نسيت شوف قديش قريب شعري من شعر نزار حتى لو كنت عم بكتب بالعامية مراهقة اول كتاب كنت بتأثر بنزار بس هذا اللي انطقتني راح نقى بيت مثل اي من الانجيل تيضرب الاباحية تبعي ونسي انه نزار كله اباحي ما استشهد بالاباحية تبعي شكرا شكرا الاستاذ ممدوح سكري سأشربل الحقيقة انا عاصرت اشعارك من ساعة اللي جيت على البلد فانت الشاعر المبدع الخلاق والاهم من ذلك انت الانسان الطيب صاحب القلب المخلص والمحب لجميع واللي قدر كثير عالم فالبلد للأفضل صحيح والأهم من هذا كله ما أضقت عليه أنت الجانب التربوي في شرب العين فشرب العين خرج كثير من الطلاب والمبدعين وعمل ثلاث مسرحيات من مسرحيات قيم كان يحضر فيها شيء 300 طالب كان كل مسرح شيء رائع انا حضرت واحدة من المسرحيات اسمها عملت لها كاريكاتير صح حيا شهادتي فيك مجروحة بس ما فينا ننكر ابدا انت شاعر مميز وقديم تسلم حبيبي الله يديمك سؤالي راح اقدمه بطريقة مختلفة القصيدة شوية كلمات مضواية ضو الأمر للمجد ترسم حكايات وللشوق تبعت مطر وتزين رموشها بوردات وتاجها مرايا السهر والشعر له رايات والشعر له رايات صورتك يا شربر عليها انحفر والقصايد كترت اليوم على الفيسبوكات والشعر الجميل منها انذثر شو رأيك يا شربل بالإنترنت شو رأيك يا شربل بالإنترنت رفعت القصيدة أو الشعر من الشعر منها انقهر جواب هلا منيح اللي حكيت بهالموضوع عم بيدفعوا تيحطوا صورتهم ويبينوا شعرهم بس على مين عم يضحكوا عم يضحكوا على حالهم بس شو النتيجة يعني؟ شو النتيجة؟ إنه تيبينوا من شعر لك إذا الله ما نعطيك الموهبة عاد الرب ونستر عاد لما كنا ندرس كان عندنا أستاذ اسمه جليل محيز يعلمنا الخطابة يقول كل واحد بيوقف على المنبر وبيزيد خطابه عن الخمس دقايق ببلش ينزل شو ما كان ببلش ينزل بعد الخمس دقايق صار في عنده الهبوط بلشوا يتجربوا من الناس وبيفشل وكل إنسان بيوقف على المنبر وما بيكون قد كلمته بيتبهدل من الجمهور هو دي عم بيتبهدلوا شكرا الأستاذ محمد نجيب بس افتخر منك أنتس فيك سأشهر ويميت أحلى وسهلا فيك دائما نحب نشوفها متطبع بارك عقول سؤالي كتير سريع في خلال حديثك اللي إنه من عمرك 9 سنين بالضبط تقريبا بلشت يا هل ترى بهذاك الوقت كنت تسمع الأشياء تاني بمين أثرت يعني بهذاك الوقت برامج كيف بلشت معك برامج الأكفال كنت اسمع برامج تسمع برامج تعرف اني كاتب اغنيات لإذاعة بيروت ببرامج الأكفال الراب يعني اسامي ماني منزل من الكتب كانوا يغنوهم تاخذهم الإذاعة البيروتية وبرامج الأطفال يغنوا لي من قصايدي وأنا طفل يعني
لمين بدي اسمي؟ كان في نزار قباني بهذاك الوقت؟ لا لا ما كنت مفكر لبنزار قباني ولا بشي. كنت اسمع شو في غناني أطفال، شو في برامج أطفال، مثل أي طفل 9 سنين. وكنت اكتب لهم، يعني اكتب لهم، وكان عندنا نحن اللي ساعدنا أكثر شيء. بالضيعة كلها كان في تليفون واحد عندنا. والبريد عندنا. يعني تحت إيدي كل وسائل بهيدي الأيام. مكتب بي البريد، التليفون، بدي اتصل بنزار قباني، امسك التليفون من عندنا واتصل. بدي ودي مكتوب لأي محل عبلاش. هذا اللي ساعدني. لأن الجرائد ليش كانت تنشرني بكثرة؟ لأنه على البريد عبلاش. هذا مكتب هومي. نسبة من البريد ومنوزع. بس الزغر أي طفل، هلا عندك طفل بيروح بيسمع لشاعر من نزار قباني بلبنان. بلشنا نسمع لنزار لما صرنا بالعالي الثاني، عالي ثالث، عالي رابع، صرنا ندرس أشعار لشعراء عرب نتأثر فيهم ونحبهم. بعدني بحفظ كل أناشيد الدول العربية، بلادي بلادي، كنا نحفظهم كلنا عن الغايب. شكرا شكرا. بس قبل ما أقول الاسم التالي بنذكر أنه لقائنا الأسبوع المقبل، الأربعاء المقبل، مع الدكتور حسين شمس، حلقة حتكون طبية عن أمراض الفم والأسنان واللثي وما شابه. وبالحقيقة كنا نتطلع بشوق دكتور محمد للحلقة هاي، وصغير شغلي عن الهامش أيضا، اتصل فينا من يومين دكتور من صور اسمه الدكتور مالك بزي، وذكر يعني أسماء يحيي لقاء الأربعاء ويشد على أيدي الشباب اللي عم بيجتمعوا أسبوعيا بشكل معجزي. دكتور أسنان هو ما ذكر لي مجموعة أسماء، وبعد إيه لأن الواتس أب بيقطش طلع اسم الدكتور عاصم مصطفى. هو يبدو من صور، فبس انه بان بوجه تحية للجميع، وقال يا ريت اني قادر اني اركب الطيارة واساس انه يحضر حلقة شرب لليوم. هذا من شو اسمه الله يحفظكم. كان سمع شغلت البنت جبال. لا حلو كمان حتى على ايه طبعا حتى كمان دكتور محمود كسكين. خلينا هيك، وانا ما راح اتكلم عن الشعر كثير، انا بس كنت احضر مسيره جديده الصبح عنك، فانت عامل كثير شغلات للاطفال. يعني الشاعر مثلا في مكانتك هلا يروح مثلا يتوجه مسرحيه اطفال، انت شو عملت اطفال؟ ما عرفت اني يعني ما بعرف شو عملت اطفال؟ هلا انت حكيت شوي طبعا نص الجواب اعطتني اياه من زمان، تفضلت من شوي، بس شو اعمالك انت للاطفال وكيف فكرت؟ انا ما اشتغلت الا مع الاطفال. أنا إذا عام في كتاب غنوا يا أطفال كتب لي أكثر من 100 أغنية لأطفال الشاربين هون. الكتاب كامل أغاني. ثاني شيء قلت له 8 مسرحيات، 14 مسرحية خاصة للأطفال. بتفوت الطب مسرح شرم العيني تحضر مسرحيات على اليوتيوب ساعة ساعتين للأطفال. والمسرحيات اللي حضرهم يعني اللي اتصور حضرة دريد الحوم ضيعة الأشباح، كان دريد الحوم حضرة، قال أتحدى جميع وزارات الثقافة في الدول العربية أن تأتي بمثلها. وهيدي مسجلة بكتاب أجمل مكين بأدب شرق العيني عن لسان دريد الحوم. يعني عملت مسرح أنا للأطفال، ما حدا عمل مسرح للأطفال غيري، مسرح طفولي كامل. كان كل مسرحية يمثلها من 600 طفل من عمر 12 سنة لعمر 6 سنين ل 300 طفل، يعني مسرحية فيها 300 طفل عم بيمثل، مسرحية فيها 600 طفل بدهم يمرقوا بساعة ونص ساعتين، ومجبور احتراما للأهل وتعلم أن ينطقوا اللغة الأم العربية كل طفل بده يحكي. جرب عمله معجزة معجزة. شكرا. بس كان حب الأطفال للتمثيل وللغة الأم وتيبسطوا أمهم يحفظوا وينجح. ممتاز. السيد حسن مرتضى. اهلا وسهلا بالاخ شرب المعين اللي ليك. اهلا وسهلا فيك. سؤالي بدي اقول شو تقييما للشعر الحالي في الاغتراب والكلمات اللي عم تنزل مثلا في القصائد او بهالشعر؟
في طعام باستراد في طعام. هلا حتى اللي بيكرهوني انا بعترف انهم عندهم طعام. تصور انا لما بدي اوقع قدام ضميري بدي اعطي كل انسان حقه. فانا اخذ حقي. ولا ما فيني اخذ حقي اذا انا ما بعطيك حقك ولو كنت بتكرهني. في عنا طاقات كثيرة بس في كثير ما بيعرفوا يوصلوا كلمتهم. ما بيعرفوا كيف مثل اللي بيبيع تياب ما بيعرف كيف يبيع الطعم مثلا. العصيدة بدها تنباع. العصيدة بده مين يسهل لها الطريق توصل للناس. للأسف بيكتبوا وبيضبوا لا بينشروا كتب لا بينشروا شيء. بينطروا تشي مجلة تنشر لهم عصيدة. ما بيعرفوا انه المجلة او الجريدة بيشتريها الواحد وبعد ما يقرأ كم خبر بالزينة. هيك بتعملوا انه بتشتري الجريدة بس خلص ولا يعني راح قصيدته وين؟ بالزبالة. بينما هالقصايد هودن سرهم هذا الكتاب سنة 76 صار صادر منه طبعة سادسة. ست طبعات عم تتوزع. هلا بتقلي انه وزعت انا ببلاش. انا بقلك انسر. انا عشت من كتبه. كيف؟ رح احكيها لاول مره. في دار نشر اسمها جيمس بنات. لما اول ما فت بالنشر سجلت بين بابليكيشن في استراليا كشركه بي تي واي ال تي. هلا صارت المكتبات العربيه لما عملوا اللغه العربيه اجباريه بالمدارس وكذا صار جميع المكتبات الاستراليه بدها كتب عربيه. صحيح. جيمس بنات ما لقيت حدا قدامه انه عربك بابليكيشن ولبنيز وكذا الا شرب بين بابليكيشن. صارت بشتري كتبه. ما اقول لحدا. ليش بدي اقول لحدا؟ جبروني اطبع ست طبعات وعشر طبعات وثلاث طبعات وخمس طبعات لانه كانوا ياخذوا كل الكتب. كنت بتروح. هلا جيمس بنات ما بقى عم بياخذ قد الاول. مش عم بياخذ قد الاول. بالاول ما يضل عندي كتب. صناديق ودا وبيدفعوا. الشركة الاجنبيه بتدفع. يعني مثل لها تشيك واسع. كتبي كلها انباعت. انباعت وراحت عن هلا بتفوت اي مكتبه، اي مكتبه باستراليا بتلاقي كتبه. وين ما بتروح؟ من ادلايد، بيرس، كذا، بتفوت على اي مكتبه عامه بتلاقي في كتب شرب المعين من ورا شيء مستنيك. شكرا. شكرا لك. استاذ خالد غنام. حياك الله. اول شيء انا بكل فخر انه اول مره بشوفك حياك الله. يعني اود ان اتكلم دقيقه عنك وعندي سؤالين لك. طبعا شربل من الناس اللي كانوا عبارة عن ثورة فلسطينية قبل أن تصل الثورة الفلسطينية إلى لبنان. واسمه مسجل في كتب الثورة الفلسطينية وحركة فتح تحديدا على الناس اللي كانوا يطالبوا بوجود ثورة فلسطينية في لبنان قبل وجود البندقية الفلسطينية وقبل حتى إنه يكون في اتفاق القاهرة. وحياك الله فلسطين كلها بتحييك. السؤالين اللي عندي لك الأولاني هو إنه حضرتك ما حكيت إنه ولا قصيدة عربية رغم إنه أنا بعرفك بقصائد الفصحى أكثر من القصائد العربية. السؤال الثاني إنه حضرتك برضو إعلامي كبير وإعلامي مشهور لك موقع مهم كثير تلفزيون وما حكيت لنا عن هذا الموضوع. أنا حكيت عن الوجع عن الوجع مش عن الفرح. هودي فرح. النجاح فرح. أنا شو بدي بالفرح؟ الفرح كل واحد بيحصل عليه بس من الناس بدهم ياكلوه. هذا اللي بلناه. يعني ما في انا خفت كثير. انت بتعرف انا لما كتب الخبر الاخير 2005 رح لك سر. 2005 لما هاجموني الساعه 4 الصبح وصاروا يسبوا سبوا زكي كلب بدنا ندعس كذا وكذا ما بدي احكي طائفيين. هذا اللي هم وجيت انا تما اقعد احكي فيه حكيته الليله بهالندوه وبوعد كل ما بقي نحكي تشوف ليش عملوا فيي هيك. هالشيء بيستاهل الاضطهاد؟ اكيد لا. شكرا. الاستاذ محمد غنائي. اولا يعني متشرف اكيد بلقائك استاذ شربل. ثانيا عندي سؤالين.
أول واحد سؤالي كان من خلال أغلب الأعمال اللي قريتها تحكي من قبل، يعني أكيد لك أعمال كثيرة من الوطن العربي الفصحى يعني، بس الأغلب اللي قريت اللي مروا معي على اليوم مع اللي أختتنا كانوا باللغة العربية. كانت سؤالي هو إنه أنت بيفهم الشاعر إنه يكتب قصيدة باللغة العربية، يعني هل إحنا بالزمن اللغة العربية أسرع إنه توصل للقارئ للمستمع؟ سؤال حلو. اللغة العربية بيقدر يفهمها حتى إذا بيعرف عربي. كمل أنا سؤالي معلش أنا عرفتك معلش. المقصود إنه إذا كان السبب إنه في سهولة فيعني أنت خير من يعلم إنه نزار قباني كان كل كتاباته باللغة الفصحى وكانت يعني توصل للكل اللي بيعرف يقرأ واللي ما بيعرف يقرأ، فكانت ما كانت عقبة قدامه. السؤال الثاني هو إنه هل أنت كان لك نظرة على الشعر الفصحي؟ وإذا كان لك يعني فشو رأيك فيه؟ خاصة الشعر الفاصيل المعاصر محمود درويش وغيره. كلهم كانوا يكتبوني ويكتبوا، كان الله يرحمه مسان كلفاني عنده ما بعرف اذا سامعين فيه عنده الهدف. كان ينشر لي قصايدي بالالوان، يعني لما انا ودي الشيء قصايدي على فلسطين كانت تنزل بالالوان. الكتاب هذا يوميات مراسل اجنبي في الشرق الاوسط مجله او صحيفه عربيه ما نشرت حتى المنظمات الفلسطينية صاروا يعملوا ملصقات. يعني لما تمشي بالشوارع تشوف ملصقات من تحت بخط صغير الشرق المعين. بدك تسمع؟ مسوق. على تعلق ذكرنا عن فاروق المقدم، ما ذكرت الأمثلة اللي عملتها بوجود ياسر عرفات الله يرحمه بمخيم البداوي. هاي الأمثلة كمان قضيت علي، بس أنا ما ذكرت كل شيء لأنه قال لي تلت ساعة، عملتها تلت ساعة. ما بحب اغلب الوقت. عملوا دعيوني لأمسية بمخيم البداوي، بتعرف عن مخيم البداوي بالشمال. وقعد شاب كان بعد ياسر عرفات. من جملة اللي ارتجلت لهم بقول له سيني حافظها لأنه زار لها هواس، كل شيء اللي تقوصني فيه ما بروح على البيت لأنه فزعت. بقول لهم أبو عمار قطر صاح طفل في المخيم وتبسم كل من في الساحة الكبرى تبسم نسوة يحملن أطفال الغد وشيوخ ذات ظلم المعتدي وليوس لابث الصوب المرقد آه ما أحلى لقاء المفتدي. ما بنساها كل شيء تقوصني لكن لما يقوصوا افزع بقول لك افزع لانه ما معودين ان نسمع القباس نحن عم نقول الشعر. وقاس طلع بزغلنا. لا اوكي بس عندك سؤال ولا خلاص؟ خلص استاذ حسان وهبي. سوري بس القسم الاخر ترى الاخ محمد. نعم القسم الاخر هو موضوع الشعر الفلسطيني. سالك انه شو رايك بالشعر الفلسطيني شعر محمود درويش سميح القاسم؟ كلنا تأثرت فيه، كلنا تأثرت فيه. ما شاء الله شعر كبير. أيوة بس لما نكتبت أنا كتبت من منطلقي كشاب مسيحي لبناني. لما وين الكتاب؟ أعطوني الكتاب بس بدي أقرأ له شو بقول لمريم العقرة كمسيحي. مين معه يوميات مراسل أجنبي بالشرق الأوسط؟ أيوة معك يوميات مراسل أجنبي بالشرق الأوسط. هذا كذا حلو. أنا يوميات مراسل أجنبي بالشرق الأوسط. مع جزيلة. تشوف كيف أنا انطلقت. لمن عم بحكي عن فلسطين جربت أحكي كمسيحي. حكيت حتى بطريقة لبنانية. لك شو بقول؟ أكلت اليوم تبولة، شربت اليوم كأسين من العرق، مآكلهم بدمع العين مشغولة بضوء الشمس بالطل وبالأفق. ها أكل الفلسطيني اللي قاعد معهم هالمراسل. لو قالوا لي جفت مياه البحر ومات في أعلى السماء البدر
لأجبتهم هذا صحيح، لكنهم إن قالوا لي لن يهزم الغازي القبيح لصرخت هذا كفر. فالنصر ليس النصر إلا لشعب صامد رغم مآسي الدهر. من هالمنطلق كنت عم بكتب عن القضية الفلسطينية، ولما كنت عم بكتب عن هالقضية الفلسطينية كانوا عم بيحولوا لنا ملصقات، كل صاروا ملصقات إذا ما كلهم ثلاث أرباعهم. هذه هي الرسالة السابعة أكتبها يا ميمتي في بيت أصدقاء. قلوبهم للنصر جائعة، صلي معي، صلي معي لمريم العذراء، لطفلها الذي ضرب، لطفلها الذي صلب، لساكن السماء كي تشبع قلوب أوفى الأصدقاء. أمراس الأجنبي كان عم يحكي عن القضية الفلسطينية بطريقة مسيحية، وهذا السبب اللي كرهوني فيه انه انا ليش احكي بهالطريقه، ما كنت لازم احكي بهالطريقه. بس كيف بدي احكي لما بشوف السياسه الظروف صعبه بتعرفوها بهذيك الايام كيف كانت الظروف صعبه، عم تحكي من 50 سنه. اوكي شكرا. هذا المهندس هذا بنرجع للاستاذ حسان وحدي. من جد التوحيد بالشعر شرب الربعاني، الشعر الإنسان والإنسان الشاعر، وسؤالين صغار. أين أنت من سعيد عقل ورضا قباني؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، أين الطنطقية وأين تفترقان؟ أين شو؟ الطنطقية وأين تفترقان مع سعيد عقل؟ أنا مع سعيد عقل أفترق، مع نزار الربعاني ألتقي. أين تلتقي وأين تفترق؟ أين أنت من سعيد عقل ونضار قباني؟ أول سؤال. أنا تلميذه. بس سعيد عقل؟ أيوة الاثنين. أنا سعيد عقل، سعيد عقل بلغة كنت أرجع بكتب لغة لا يعلو عليها. جميل. كثير بغلطوا باللغة العربية، أنا ليش أود اللغة العربية؟ لأنه كنت أتعلم من الكبار، أحفظ من الكبار. هلا بتلاقي شاعر بلغة فبيقرأ لك قصيدة بكسر سما اللغة. لك يا خيي مش بس انك تقول وصل، قول لغه ولا احكي بالعاميه، ما بدي اسمعك اذا ما قلت. معقول يجي انا اسمع لواحد ينزع لي لغتي؟ سعيد عقل علمني اللغه، لغه قويه. نزار قباني علمني الشعر. كيف بقدر اوصل لقلوب الناس؟ كيف بقدر اخذ الزقفه من الناس؟ ما في اصعب منا تاخذ زقفه من الجمهور. صحيح. أين تلتقيا وأين تفترقا أو تتباعدا؟ أنا لا ألتقي مع سعيد عقل بطروحاته من ناحية إنه يكون الشعر اللغة لغة فينيقية أو كذا، ما التقيت معه بما إنه جميل ما قدرت أتقبله. أنا عربي، عربي حتى بيقولوا إنه عائلة تبعيني جاي من اليمن، هي عائلة قبيلة يمنية، عرفت كيف؟ نزار الباني التقيت معه من وقت ما بلشت من أول التالي. حيكت من جلد النساء عباءة وبنيت أهراما من الحلمات، اخرب بيته. كيف ما بيعلمك الشعر؟ كيف ما بيعلمك الشعر؟ ما بيخليك تكتب قصيدة عشية. شكرا شربل، انا ما عادش معنا وقت كثير. المهندس علي موسى حمود. سي شربل، اول شيء باسم الخبر هنيك بسلامتك، تحط لي معك صحيح. السيدي فيا الحمد لله على السلامه. شو قالوا لك انه معي بوكاع صبينا كعبه؟ لا ما جاني البكاء، جاني على قدره. ما جابوا معه، ما طلع بكاء، ما جابوا معه. شاعر شربل، انت معروف شاعر باللغه العاميه، واعتبر انت مرجعيه بهذا النوع من الشعر ورائد، وملاحظ انه بيعرف عنك انك انت شاعر ثوري وغاضب دائما، انت شاعر ثوري غاضب ولا تهادن احد، وانت صاحب قلم حر ولسان صريح على الفساد وعلى الظلم. صحيح. سؤالي، هل انت فعلا ثوري ومسيس؟ انت شاعر فعلا تعتبر انه في ثور في داخلك، وانت مسيس باتجاه يلتقي مع احاسيسك الثوريه، اما انك انت بشكل عام ضد الظلم ومع المظلوم، وين كان في العالم؟ كيف ولماذا أنت ثوري؟ السؤال الثاني، أما عن الشعر الإباحي، لماذا أنت مع هذا النوع من الشعر؟ وما الدوافع لهذه الصور الإباحية؟ جميل. وهل هناك يعني هناك وسواس داخلك يعني؟
انا لا اتذكر سؤال بس احنا مع اخر جديد شغله بعيني. اوكي انا سمعك عن الاباحيه بعمر 65 سنه هي كتاب صار سالت الكرائي يمكن انت كمان اسمك عم تعرف اسالت الكرائي انه بحق لي بعمر 65 سنه ارجع اكتب شيء مثل المراهقه كل انه مو مظبوط واول واحد قاسم مصطفى بعد شوفوا هالقصيده اللي كتبتها نحن في نسمة عبر السدني خدتها مشوار طلعنا سوا عسطوح سكراني لايف بتهز مثل جرين شيخ ديار قلت البرش شار دم الجاني تاخد شوي والعلو غدار ومحسوب كن واقف سن دياني تكيت على صدري وايد هز النار والشعر مثل الليل غطاني ما كان غيري وغيرها بنهار مشوي وعبلة كتير عرقاني قلعت قميصة فكت الأزرار حبوب الكرز لونها أرجواني مديت إيدي قلت بطفي النار للريق طفاها ولا لساني ومن بعد بوسي وبوستين نهار برج سدني وفقعت قناني وشوشتها بدي كلينكس غمار دمعات حبي نازل عياني بكمل بوقف هالفكر محتار بفزع تقولي راح فستاني ضحكت وقالت لا تكون حمار الفستان مش رح البسه تاني بتقلي طول ما انه عندك احساس كرجل ما فيك تبطل اذا شاعر الشاعر ما بيخدر بعدين الشعر الفصيح والشعر العامي انا كتبت ديوان عامي ديوان فصيح يعني عندي نص عامي كتب ونص فصيح يعني اثنينهم كتبت فيه لما ننزل ديوان بالعامي ننزل ديوان الفصيح بس بقول لك بالجاكي هون بيحبوا العامي أنا سألتك إنه في عندك تصور بشعرك وعندك كتاب صراحة جرأة تختلف مع كل شعراء شو هالنزعة ما هي النزعة اللي عندك إياها؟ هلا أنا ما بدك تكتب شيء يا تكتبوا حلو أنا ما بنصف فيها عندي شرفي يا تكتبوا حلو هما ما لما تكتب لشو ضيع وقتك؟ عرفت شو؟ هاي هالثورة هاي هالثورة بتخلق فيها ما فيك انا شو عملت حولي السير؟ انا عملت حولي السير ده رح يقول لها قد يدي بالريبوني شو اخر جديد عندك يا رجال؟ هذا قبل حبلة هذا صار عندي 2016 ديوان عبلة بيعجبك شكرا بعد معنات نايم لانه استجد الاستاذ جعفر الدكتور قاسم مصطفى اهلا وسهلا فيك استاذ شرقي في قاعدة معاك اهلا وسهلا فيك وتحديدا في قاعدة الدكتور خليل مصطفى بدي اشكرك اولا لحضورك الليلة هالتوضيح اللي وضحت قدام شيء الشكر موصول لك كونا انت بنتج بيت كنا السبب بوجع راسك لكن فخر لك بس يعني رح اختصر على الشكر ما رح كفي بالسؤال الثاني بدي اشكرك اوكي شكرا بس يقول له بدي كفي انه عفوا ان احنا بالنسبه انه حطيتنا بمحكمه بالكلام اللي انتم بنقوله كلنا بحياتنا العاديه فبما ان احنا حطيتنا قضاة نحن بنرضي بسكر برا الاستاذ جعفر بعلبك استاذ شاب احنا بنرحب فيك تحت كريم المنطقه الثقافيه حقيقة علم الشرف اللي بنسمعك، أنا يعني ما تسنيلي إني أسمعك من قبل بس هلا حقيقة سمعتك وحسيت برقة وحكيت بمشاعرك وحسيت فإذا مثل ما قال الدكتور مصطفى اللي قلت إنه حاكموني فهو سبقني ما في حدا حكى عن موضوع المحاكمة، نحن ما بنسمح لأنفسنا نكون قضاة لشاعر لأنه كل شاعر برأيي هو بريء مهما كفر ومهما قال لأنه الشاعر يتكلم بلغة الوجدان الخارج من القلب يتكلم بصدق يعبر عن مشاعره بصدق
بينما الزملاء هم اللي بيحبوا بالمخفي. انت عم تحب على المكشوف، انت عم تحب على المكشوف، والحب هو اسمى شيء في الوجود. الوجود انبنى على الحب وانبنى على العلاقه ما بين المرأة والرجل. واللي بيخبي راسه بيخبي مثل النعامه، بيخبي يفكر حاله الناس مش شايفته بيكون كذاب. فاللي بيحكي عن المرأة بيكون هو فعلا انسان بحب وقلبه طافح بالحب، لانه الحب والعلاقة ما بينفصلوا عن بعض، لأن الجنس هو قمة الحب. فبالتالي انا سؤالي هذه يعني بس يعني حبيت احكي، بس سؤالي هو الامام علي عليه السلام شخصية عظيمة في التاريخ، له جوانب متعددة من الشجاعة من الكرم من العدل، في هناك جوانب كثيرة في شخصيته. ما الذي شدك في شخصية الإمام علي لتكتب نجاح علي؟ ثاني شيء، من أين علمت عن الإمام علي؟ هل علمت عن الإمام علي من خلال الذين كتبوا عنه؟ أم علمت عنه من خلال قراءتك لكتبه أو لجانب محدد أو معين لشخصيته وعجبت فيه؟ فبالتالي دفعك إلى الكتاب الجيد الممتاز اللي هو نجاة الإمام علي. شكراً. بدي أقول لك الإمام علي أثر فيني لدرجة متناهية فلسفياً وأخلاقياً وقدسياً. الإمام علي من أنا وصغير كنا نقرأه. رح أقول لك شيء، كثير من المسيحيين ما بيعرفوا إنه قانون الإيمان المسيحي كتبه الإمام علي، لما بيقول أنا ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ولكني وجدتك اهلا للعباده فعبدتك. المسيحيين كلهم قبل ما يروحوا للمناوله بيقولوا وبيروحوا يتناولوا، بس ما بيعرفوا انه الامام علي قوي. شوف يعني انه حتى فات باديان غيره. الامام علي انت تعرف تقرا فعله فاعل ومفعول به بدك تقرا، والا لا تكتب عليه. اذا بدك تكتب اشياء فلسفيه لا تبص فيها اذا ما كان الامام علي. صحيح. الإمام علي هو شعلة الأدب العربي، هو رمز الأدب العربي، هو كيان الأدب العربي. إذا الناس بيعرفوا كيف يقروا ويحترموه، للأسف ما في كتير بيعرفوا هالشيء. نحن كمسيحيين بقدر أكثر الكتاب المسيحيين تأسسوا بالإمام علي، سعيد علي، جبران، جورج شردان، شو بتعبد لك؟ نجح كل صورته، ومقدر انا اصغر واحد فيه ديوان نجاة علي الترجمة لست لغات بالأردية. اي شاعر باستراليا بيترجم للأردية؟ جايني واحد بحار راح على مكتبة سيدني عم بيطلب كتاب للإمام علي، كتب علي طلع له إمبرايز أوف علي شرب البعين، جابوا حطيوا اياه، قعد يقرا قال لهم بدي اياه الكتاب، قالوا له نعم اي بايجز انا نصوره لي عنوان للشعر. ما لقيته الا جاي ماشي من ستيشن تبع ميري لاند على بيته، وانا كنت اجي من المدرسه الغداء اتغدى بالبيت وارجع، يعني انا وعم بتغدى ضق جرس البيت، لقيت واحد باكستاني واقف قال لي انا بحار من باكستان اسمه سلطان. قلت له نعم شو بتريد؟ قال لي انت كاتب هالكتاب؟ قلت له ايه. فات كان كرمتني الجمعيه العلويه وعطيتني رسم بتذكره الامام علي و12 كذا، هو شافه صار يبوسه ورقدي حرام غمرني وصار يبوسني، قال لي بدي الكتاب. قلت له رح اعطيك خمس كتب. طلعت جبت له خمس كتب ورجعت وصلته على الستيشن اللي اجى عليه. بعد سنه بيجي جايب لي الكتاب بالأردية مترجمينه وعم يبيعوه بالجوامع بباكستان. يعني نقلوا لي الأردية من دون طلب من دون اي شيء. انا ما انا بشوف الأردية اذا بتشوفوه ما بعرف اذا في كتاب منه هون، اذا بتشوفوه بتقولوا شرب معناه ايش؟ بعرف ايش كتب، يمكن سبينه لحظه مش بعرف شو مكتوب. ترجموه للإسبانية، للفرنسية، للإنجليزية، للإيرانية، للفارسية وللعربية، وانكتب عنه الكتاب. إذا بينجمع اللي انكتب عنه
بيطلعوا مجدد. شكرا. إمام علي أثر ولا ما أثر؟ أثر. أثر. شكرا. أستاذ حيدر سعيد. أول شيء مرحب بالأستاذ الشيخ العقدي. نشكر طبعا لقاء الأربعاء على أنه استضافة الدين صار لنا سنة بيقولوا له. فهذه فرصة نادرة كمان أنه الحقيقة نسمع بعض الأشخاص هناك وبعض تاريخ الشيخ العقدي. صحيح. الحقيقة في شغلة كثير مهمة يمكن كتبها بكتب تبعك مثلا داء كده الشعب الجنوب شغل لبنان طبعا البطل لبنان انه تضلك قاوم مهما صار احبابك بدين كتار يعني بتلاحظ الوقت الحاضر مثلا في صحوة عالمية يعني صحوة يعني العالم كله تقريبا حول القضية الفلسطينية والكل عم ناضل ويقاوم ويساعد الشعب الفلسطيني على انه يضل واقف على جنب ويقاوم يعني فملاحظ انه بالفترة الأخيرة مثلا يعني الكس على بعض اللبنانيات بأحداث الشعب تبعك مع انه انت كنت في الماضي كنت شاعر مقاوم وشاعر له علاقات مع المرحوم الشهيد القائد غسان كنفاني مع المقاومة الفلسطينية مع الهدف يعني لذلك انه نحن بحاجة جدا الى شعر من نوع هذا الشعر انت عم تطلبه هون ببعض الكتب تبعك جنوبيين او جنوب لبنان انه يكون كمان الشعب الفلسطيني والناس تقرا عن الشعب اللبناني الجنوب والشعب الفلسطيني المقاوم اليومية يعني صادفة اليوم الحقيقة كثير يوم مهم بتاريخ الشعب الفلسطيني يوم الأرض يعني يوم الأرض أنا بتمنى عليك على إنه تكتب أو شيء قصيدة كتبت لحين منع ديوان أوزان آخر قصيدة لحو ديوان أوزان هنا 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 جديد سنة 16 قصايده لا شغلة تاني بس بسني على اللي قاله الأخ خالد إنه يعني إحنا كفلسطينيين وشعب فلسطيني بقدر الحقيقة وبنحيي كل إنسان بيقاوم وبيقدم كلمة من أجل مقاومة الفلسطينيين المقاومة العربية المقاومة العربية شكرا لك سعد هيدي تشوف ما ممكن تنسى بس مش ممكن تنسى فلسطين إذا تشوف القصائد الجديدة لطفل الأرض المحتلة لطفل الأرض المحتلة طفل الأرض المحتلة ما قالت جريدة عربية إلا ما نشرتها ما حدا قال طفل الحجارة مثل ما قال شر البعيني بقروها بتشوفوا شو غير شر البعيني يا طفل الأرض المحتلة اضرب اضربهم اضربنا فالكل بحقك قد أجرى يعني حرق دينه أنت ونحن ما تخلي حدا مننا شفت ضرب لأنه كلنا كذابين هون بقول يا ديار القدس يا مهد الضياء أخبريني كيف جاء الأنبياء أنت للدنيا نعيم مشرك قبلة حين ابتهال الأبقياء إن دعوت الله أدعو خاشعا في ربوع الحق يختال الدعاء مدن تبنى فيخبو نورها وتعيدين تواريخ البقاء منذ أجيال وأنت المرتجى يا رجائي كيف يأتيك الفناء اسمك القدوس أضحى هموة تتسامى فوق ثغر الأنقياء ليس يشفي الطب إن حل البلاء لمسة منك فيأتينا الدواء آه يا ترنيمة القلب النكي مغرم فيك وفي الصدر شقاء إن تكلمت كلامي مجع كيف أصبحنا شعوبا تعساء كانت الأمجاد ترنو حولنا فتخاصمنا خصام البلاء قد مسحت الدمع عن خدي عن خدي كي لا تقولي انني اهوى البكاء انا ابن القدس من مثلي انا يتغنى بوجود العظماء الوقت خلص 9:06 دقائق شكرا كثير لك شعرنا شعر طويل شرب العيني الحضور كان رائع وممتاز ومبسط فيك شو اسمه